الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أعزائنا طلاب الصف الثاني عشر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء في مراجعة لدروس اللغة العربية هذا العام، معكم الأستاذ سامي كمال من مدرسة حمد بن عبد الله جاسم الثانوية. فعلى بركة الله نبدأ. بسم الله. معنا اليوم بعض المعايير التي ستأتي عليها بعض الأنشطة. تعرف الأنماط الصرفية الرئيسة في اللغة وتحديد معانيها: فاعل، مفعول، فعل، أفعل، تفعل، استفعل، مفعال. قبل أن ننتقل من هذه النقطة أود أن أوضح شيئا قريبا. هذه الصيغ السبع ليست كلها أسماء وليست كلها أفعالا. فعلى سبيل المثال فاعل، مفعول، مفعال، هذه ثلاثة أسماء. أما البقية فعل وأفعل وتفعل واستفعل فهذه صيغ صرفية لأفعال. وسواء استخدمنا مصطلح نمط صرفي أو صيغ صرفية فكلها واحد، حتى وإن استخدمنا مصطلح الوزن الصرفي. بعد ذلك فهم طريقة صياغة اسم الآلة على الأوزان الآتية: مفعل، مفعال، مفعلة. وهذه الأوزان الثلاثة الرئيسة، لكن قد يمر بنا بقية الأوزان القياسية ألا وهي فاعلة، فاعول، فعال، وفعالة. فكما ضرب مثلا لمفعل بمشرط، ومفعال بمفتاح، ومفعلة بمكنسة، أيضا هناك فاعلة مثل طائرة، وفاعول مثل طاحون أو ساطور، وفعال مثل سقاء وحزام، وفعالة مثل طحانة أو ثلاجة. وعلينا أن ننتبه إلى أن هذه الصيغ كلها صيغ مشتقة، فهنالك أيضا صيغ جامدة وكلاهما مستهدف معنا في مقرر هذا العام. بعد ذلك فهم أن صياغة المصدر الصناعي يصاغ بإضافة لاحقة الياء للاسم المنسوب الذي يسبقه، وذلك للتعبير عن فكرة مجردة تتعلق بالاسم. وسيأتي معنا لاحقا كيف سنميز بين الاسم المنسوب والمصدر الصناعي. ثم فهم كيفية صياغة أسلوب الأمر، كيف نصوغه في صوره الأربع. ثم فهم معنى الأمر في السياق، وسيأتي معنا بعض الأنشطة على ذلك. ننتقل إلى القطعة التي عليها التدريبات. لنقرأ معا القطعة بتمعن وتأمل حتى نجيب على أسئلتها. القطعة تقول، وهي من نمط النص الإرشادي: تتمثل أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية في أنها أحد أهم الركائز الأساسية للاستفادة المثلى من مصادر الطاقة مثل البترول ومشتقاته، والتي تستخدم في محطات توليد الكهرباء. ولترشيد الطاقة الكهربائية عليك اتباع الآتي: أطفئ المصابيح الكهربائية في الأماكن غير المشغولة في المنزل،
وقبل مغادرة المنزل استخدم المصابيح التي توفر الطاقة. حذاري من إهمال غلق الثلاجة، لأن عدم إغلاق باب الثلاجة جيدا يجعل الثلاجة تعمل لفترات طويلة جدا دون فصل، مما يزيد من استهلاك الطاقة. أغلق جهاز التكييف عند ترك الغرفة لفترة طويلة. انتهى النص الذي سوف نتعامل معه. السؤال الأول، استخرج من الفقرة السابقة اسم آلة وحدد وزنه. الآن أيها الأحبة، لدينا فقرة أو نص علينا أن نتعامل معه بحسب المطلوب منه. الآن مطلوب منا أن نستخرج اسم آلة. طبعا الأوزان التي نبحث عنها أوزان كثيرة. أي وزن تجده يطابق ما تعلمته وتعرفه فأت به، لكن عليك أن تزنه وتعرف بالوزن، فهذا الذي طلب في السؤال. علينا أن نبحث في القطعة. ما الكلمة التي نستطيع أن نعتبرها اسم آلة في هذه القطعة؟ فكروا معي. نعم أحسنتم، لدينا كلمة الثلاجة. السؤال الآن، كلمة ثلاجة على أي وزن هي؟ ها ماذا؟ نعم فعالة، أصبتم، فعالة. إذن اسم الآلة ثلاجة على وزن فعالة. وإليك نصيحتي عزيزي الطالب، إذا طلب منك في الاختبار مثلا أن تأتي بصيغة صرفية معينة، عليك أن تحرص على ضبطها بالشكل، لأن هذا من الأمور المهمة. هذا المطلوب الأول. المطلوب الثاني يتعلق بأساليب الأمر. استخرج أسلوبين للأمر مبينا صيغة كل منهما. وما دمنا نتعامل مع نص إرشادي، فلا شك أن أساليب الأمر ستكون كثيرة وموفورة في هذا النص. كل فقرة تبعت المقدمة يغلب عليها أن يوظف فيها أسلوب الأمر. قد يكون باستخدام أسلوب النهي، وقد يكون باستخدام أسلوب الأمر، لكن فيما بين أيدينا اليوم كل الفقرات المعبرة عن الإرشادات والنصائح أتت في صورة أسلوب الأمر. على سبيل المثال، أطفئ المصابيح الكهربائية، هذا أسلوب أمر. استخدم المصابيح التي توفر طاقة، هذا أسلوب أمر. حذاري من إهمال غلق الثلاجة، هذا أسلوب أمر. أغلق جهاز التكييف، هذا أسلوب أمر. هو طلب مني أسلوبين وليس أسلوبا واحدا. يفضل في هذه الحالة أن نأتي بأسلوبي أمر على شكلين أو على صيغتين مختلفتين. ومن باب التذكير، تذكرون معي أن صيغ أسلوب الأمر قد تأتي على أربعة أشكال. إذا قلنا إن أسلوب الأمر قد يكون على صيغة افعل أو لتفعل أو فعلا أو مثلا عليك بفعل كذا. ما الفارق بينها؟ الصيغة الأولى افعل، هذا فعل الأمر المباشر، وهذه أشهر صيغة من صيغ أسلوب الأمر. ثم لتفعل، وهو لام الأمر التي اتصل بها الفعل المضارع، هذه صيغة أمر أخرى. وقولنا فعلا هذا يسمى بالمصدر النائب عن فعل الأمر، طبعا مع مراعاة وزن الفعل الذي سوف نأتي منه بالمصدر. عليك بفعل كذا، كلمة عليك هذا يسمى اسم فعل أمر نائب عن الفعل، مثلا عليك صح مه إلى آخره، بحسب اسم الفعل الأمر الوارد في الفقرة. الآن وبعد أن قمنا بتلك المراجعة اليسيرة، ننظر في هذه الأساليب الأربعة. أطفئ المصابيح الكهربائية، استخدم، أغلق.
نرى أن هذه الأولى والثانية والرابعة كلها أتت على نمط أسلوب الأمر الذي يبدأ بفعل الأمر المباشر. نأخذ واحدة منها على سبيل المثال، أطفئ المصابيح الكهربائية. هذا النمط الأول. ثم حذاري من إهمال ربط الثلاجة إلى آخره. ما رأيكم في كلمة حذاري؟ أهي فعل أمر مباشر؟ أهي ذلك الصنف الثاني لام الأمر المتصل بالفعل المضارع؟ أهي المصدر النائب عن الفعل؟ أم هي اسم فعل الأمر؟ نعم أصبتم، حذاري اسم فعل أمر ناب عن الفعل في هذا الموضع، وهو بمعنى احذر. أرأيتم أعزائي؟ هكذا انتهينا من المطلوب الثاني. المطلوب الذي يلي ذلك، استخرج نمطين من الألماظ الصرفية وحدد معنى كل منهما. ذكرنا في المقدمة أن الأنماط الصرفية المستهدفة هذا العام تعتبر 7 أنماط، منها ما يتعلق بالأسماء ومنها ما يتعلق بالأفعال، لذا لديك الحرية في أن تستخرج النمط الذي يحلو لك، كان اسما أو فعلا. على سبيل المثال لدينا استخدم، هذا نمط صرفي مستهدف. استخدم أتى على صورة فعل الأمر. نحن نعلم أن الصيغة التي طرحت علينا كلها أتت في صورة الفعل الماضي، لكن لا بأس، تأتي في المضارع، تأتي في الأمر، هذا أمر لا شيء فيه. طيب استخدم، ما معنى النمط الصرفي في هذا المكان؟ استخدم المصابيح. نعلم أن صيغة استفعل لها العديد من المعاني، هنا تعني الطلب، أي طلب استخدام المصابيح التي توفر الطاقة. طيب نمط آخر، ما رأيكم في أن نبحث عن نمط ينتمي إلى الأسماء؟ أطفئ المصابيح الكهربائية في الأماكن غير المشغولة. المشغولة؟ نعم كلمة المشغولة، أصبت. طيب هذا النمط أي نمط هو كلمة المشغولة؟ نعم أحسنت، المشغولة على وزن المفعولة، اسم مفعول يدل على من وقع عليه أو على ما وقع عليه الفعل. هكذا أحبائي نكون قد انتهينا من الأسئلة في تلك الشريحة الأولى. ننتقل إلى الشريحة التالية.